السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثتكم المدرس بانياس عدنان من كلية الآداب قسم الاجتماع والأنظمة البيولوجية الجامعة المستنصرية. أدرس مادة تصميم بحث المرحلة الثالثة. بدءاً قبل أن نبدأ في المادة وفي صميم المادة، أحاول أن أوضح ما معنى كلمة تصميم البحث. مادة تصميم البحث هي المادة الأساسية لأي باحث بشكل عام والباحث الاجتماعي بشكل خاص، فهي تساعدها على وضع خطة أو خريطة من خلالها راح يستخدمها الباحث في سبيل يسهل عملية البحث، وبالتالي راح يوصل إلى النتائج المرجوة من بحثه. الآن راح نحاول أن نقسم البحث وأي بحث ميدان العفو أي بحث في مجال الاجتماعي يقسم إلى نوعين، هي الجانب النظري والجانب التطبيقي. الجانب النظري راح يقسم إلى الفصل الأول اللي هو هدف البحث ومشكلة البحث والهدف البحث وعنوان البحث. عنوان البحث الأساس اللي راح يعتمد عليه هو الدقة والإيجاز، إضافة إلى أنه يجب أن يدل على المحتوى. أما مشكلة البحث فيجب أن ترتبط بالإحساس بالمشكلة وأهمية البحث التي يجب أن تكون مرتبطة ارتباط بالواقع اللي راح يقوم بالباحث بدراسته. هدف البحث راح يقوم على أساس الفهم والتنبؤ والتحكم. الفهم معناته هي إيجاد تفسير محدد له، والتنبؤ اللي قائم على أساس التوقع بحدوث الحدث. أما التحكم فيقصد به السيطرة على الظواهر من خلال المعرفة الدقيقة للأحداث. الآن سوف نبدأ في تقسيم البحث. كما قلنا وكما ذكرنا سابقا، هو الجانب النظري والجانب التطبيقي. الجانب النظري يحتوي على أهمية ومشكلة البحث والهدف. أما المبحث الثاني فيحتوي على المفاهيم والمصطلحات العلمية، والمفاهيم والمصطلحات العلمية راح نقصد بها هي اللي تختص في الظاهرة اللي راح يقوم بها الباحث في دراسته. ثم ننتقل إلى الفصل الثالث واللي راح نقصد به هو الإطار المرجعي للدراسة. ما المقصود بالإطار المرجعي للدراسة؟ المقصود به أنه نختار المواضيع اللي تخص موضوع الدراسة. فمثلاً إذا اختار الباحث عنوان العنف ضد المرأة، عليه أن يرجع إلى المصادر التي ترجع إلى هذا الموضوع. فكل ما يخص في مجال العنف، سواء كان عنف جسدي، عنف لفظي، وأنواع الأخرى من العنف، يجب أن يتناولها في بحثه. ثم نتطرق إلى الجانب الميداني، واللي يعتبر من أهم الجوانب بالنسبة إلى الباحثين الاجتماعيين، لكون أنه هذا المبحث هو راح يرتبط بالواقع الاجتماعي. الجانب الميداني راح يتكون من الإطار المنهجي للدراسة، نقصد به هو منهجية الدراسة، أدوات جمع المعلومات ونوع العينة اللي راح يستخدمها الباحث، والتساؤلات وأبعاد الدراسة. ثم نستخدم أيضا الجانب الآخر اللي هو الفصل الخامس أو الفصل الأخير، راح يتطرق بها الباحث إلى النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث، ثم أعطى مقترحات. المقترحات هي اللي راح يقدمها الباحث لمشكلة بحثه. شكرا جزيلا أعزائي الطلبة، أتمنى أنه أنا أعطيتكم نبذة مختصرة عن الموضوع، وإن شاء الله في المحاضرات القادمة نحاول أن نقدم لكم كل محاضرة معلومات جديدة فيها. شكرا جزيلا.